بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. النهاردة معانا برنامج جديد في مجال قد يستغربه الكل، بس الفكرة العملية ان هو طلب مني الفكرة بالبرنامج. هو برنامج لمزرعة أبقار، في إنتاج، في عملية التوزيع، في مندوبين بيقوموا بعملية التوزيع، وعملاء يجب توصيل اللبن لهم في الوقت المحدد، فطالبين برنامج يدير عليه العمل. طبعا البرنامج بيخش له اكتر من مستخدم، وكمان في تعليق كلمة سر. الموظفين اللي عندي اللي شغالين في الموقع طبعا عندهم اول حاجة مبيعات المزرعة، بنتكلم عن مبيعات المزرعة، وبعدين في واحد اسمه احمد، مندوب اسمه احمد، ومندوب مثلا اسمه سيد، تمام. بعد كده في ابواب مصروفات، محروقات هو ده البند الاساسي بالنسبة لهم، انهم بيوزعوا عن طريق سيكل، ومياه وإنارة، يعني أبواب مصروفات العملاء. ودي حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها، لأن برضك مدوني معلومة كويسة بالنسبة للمجال ده. هو بيبدأ يسجل العملاء اللي عنده، فلان الفلاني، رقم البناية كذا، رقم الشقة كذا، وناخد بالنا إن البرنامج مطلوب منه ساعة ما أجي أطلع الأوردر إن هو يرتب البنايات ورا منهم، يعني كل بناية ورا من داخلها الشقق بتاعتها بالترتيب، بحيث ان التيار زي ما بيسموه ما يلفش كتير، بياخد خط سير، ما يبداش ان هو يخرج من العماره ويرجع بعدين يكتشف ان هو عنده توصيل في العماره دي فيرجع للعماره دي تاني. اهم حاجه في البرنامج كذلك ان هم بيشتغلوا برقم العميل واسمه ورقم التليفون، تمام. فمثلا عندنا دي منطقه فلان الفلاني، رقم الشقة كذا، لو في عنوان بنكتبه، لأنه بيقول إن فيه ممكن في الدور الواحد يكون فيه يعني تفاصيل إضافية. وبرضك هو حدد لي المناطق وقال لي ترتيب ظهور ليها، يعني برضك لما تظهر معاك في الكشف تظهر على حسب الترتيب ده، هيروح المنطقة الأولى بعدين يخلصها للتانية للتالتة. طبعا واضح إن ديت المناطق قريبة من بعض وبتمشي معاها بالترتيب ده كويس. كمان هو لما بيضيف عميل مثلا وليكن هايل نايف، البناية رقم 5، شقة رقم 25، فيه واحد جار محتاج إن أنا أروح في نفس الوقت، فما بحتاجش إن أنا أكتب رقم البناية تاني والشقة والمنطقة، أنا بطلب بس بالجوار. هو فتح لي واحد جديد، نلاحظ إن هو رقم 5، اسمه مثلا نعيم. بعد كده رقم التليفون بتاعه، نشوف بس الحاجات دي اللي هتبان معانا دلوقتي. بعد كده الأبقار، هو عنده مجموعة أبقار، خلينا نقول إن البقر رقم 1 بيعطيها وصف، أو بيقول لي رمز، بتاخد رمز، وليها أنواع، في حلابة اللي هي اللي بتحلب لبن، في الجافة اللي هي حلابة بس في وقت بتبقى ما بتحلبش فيه اللي هو قبل الولادة. تحت سن العشر ده ما بتظهرش معايا خالص، المفروض في الحليب، والذكر برضك ما بيظهرش معايا، تمام. خلينا نقول دي بقرة، ونجيب كمان بقرة تانية. معظم البقر هو حلاب، عشان كده الافتراضي بتاعنا حلاب. ده مثلا جافة، نحاول أضيف كذا نوع على أساس إن هو يظهر معانا في الشغل. احنا ضفنا كده 6 أبقار. المناطق زي ما قلت بنكتب المناطق اللي بنشتغل فيها ونحدد هنا الترتيب. طبعا لو عدلنا الترتيب، يعني عملنا ده مثلا 2 وده 1، هنلاحظ ان الترتيب هيتعدل معايا. وهنا برضك في العملاء مش على حسب الترتيب اللي انا عدلته، وخط السير هيجي ان شاء الله. سند صرف ده خاص بالمصروفات، بنحدد نوع المصروف ايه، وسواء باسمه سواء برقمه، ونحدد المبلغ. بعد كده نروح على التوزيع، اما ان احنا بنكتب رقم الشخص لو المفروض ان هو بيتصل بينا، فنبدأ نكتب الرقم بتاعه، فيظهر لنا الرقم. اول ما نضغط المفروض ان هو بيجيب رقمه واسمه وبياناته كاملة معايا. الكمية قد ايه؟ خلينا نقول الكمية ان هو هياخد 10، السعر افتراضي معاك 7، تمام. لو عدلنا في السعر برضك هيشتغل معايا تعديل، مفيش اي مشكله.
وبعد كده المفروض ان احنا بنحدد مين الموظف اللي هيقوم بالعملية. طبعا ده طلب الى الان، لو تم التوصيل نختار تم التوصيل. بعد كده عندي ممكن اختار بالبحث، يعني لو كتبت مثلا رقم تليفونه هنا او الاسم ممكن نضغط عليه ضغطتين بيتم الادراج، الكمية المطلوبة مين، حدد مين المندوب اللي هيقوم بعملية التوصيل. بعد كده عندنا ممكن طبعا الاختيار بالاسم، مش اي مشكلة. هنا انا اخترت واحد من اللي تم ادخال لي قبل كده، فقال لي تم ادخال طلب سابق رقم واحد والكمية 10، على اساس ان هو طبعا هو مش هيرفض، يعني هو الوقت مش هيرفض، بس بينبهني البرنامج، بينبهني ان فيه واحد طالع لي العميل ده. كذلك لو انا جاي بدور بالعميل، يعني اخترت كتبت رقم تليفون عميل مثلا من العملاء، هو العميل ده مثلا هنلاحظ ان هو فتح لي الصفحه بتاع العميل، يعني مش شرط التنقل هنا بس، لا ممكن كمان التنقل بالرقم اللي فوق ده. تمام، خلينا نقول ان احنا مثلا هم دول الاوردرات بتاعتنا النهارده، وفي عندنا توريد من البقره. نلاحظ ان ظهرت لي بس الابقار الحلو. تمام، هنا 150 وده جاب 30 والتالتة جابت 70 فرضا. التقرير العام وخط السير، نفتح التقرير العام مش هنلاقي فيه اي شغل، لاحظ ان كاننا ما عملناش اي حاجه في البرنامج. طيب خط السير برضك مش اي شغل، لان النشاط ده فيه حاجه نسيت اقولها وانا شغال، ان هو بيشتغل دايما على تاريخ بكره، يعني المصروفات هو بيعطيهم الديزل بتاع بكره، بياخد الحجوزات لتسليم بكره. فالتقرير العام هيكون المفروض من تاريخ 18 الى تاريخ 18، هيشتغل معايا التقرير العام. طبعا هنا بيجمع لي جميع التوريدات اللي جات، وبيقول لي قد ايه كميه اللبن اللي تم توريدها في اليوم ده. التوزيع برضك بيجيب لي كميه اللبن المسحوب قد ايه. المصروفات بتاعته برضك هنا جاب لي كميه اللبن الباقي، يعني هنا الرصيد السابق لو فيه لبن بايت من امس، كميه توريد النهارده، التوزيع المرحل، الايراد بتاعه قد ايه، المصروفات كم، وطبعا بيطلع ربح العمليات. ملخص الايرادات، ملخص الايرادات ده بيجيب له كل بقره جابت قد ايه، ملخص التوريد كل بقره جابت قد ايه، ان هو بيحلب ورشتين مرة الصبح ومرة بالليل. فبرضك عشان لو حددت مثلا من شهر من أول الشهر لغاية الآن يجيب جميع الأبقار وكل واحدة جابت كم. ملخص التوزيع بيجيب لك كل واحد من مندوب المبيعات باع بكم. ملخص المصروفات بيجيب أبواب الصرف اللي عندي وكل باب من أبواب الصرف ده اتصرف فيه قد إيه. طبعا ده إيه مهم جدا. بعد كده خط السير، وده يعني لا يقل أهمية، بنختار الشخص ونحدد طبعا اليوم اللي هي خط السير بتاعه يوم 18. ظهر معايا خط السير، لما نفتح هنيجي نبص نلاقيه قسم له المناطق، يعني هي المنطقة الأولى اهي وجاب له الناس اللي فيها، المنطقة التانية وجاب الناس اللي فيها، وبرضك رتب على حسب الإيه رقم البناية، بعد كده رقم الشقة. فيه واحد كان اتصرف له مرتين على ما نذكر، صح؟ الكمية الإجمالي هنا 14، فاكر هو كان رقم كام؟ 1 1، هو كان رقم واحد اللي هو محمد محمود، طلع مرة مبعات أحمد والتانية طلع مبعات سيد. طب خلينا نخليه على نفس المبعات، مفيش عندها مبعات أحمد. ظهر معايا هنا مرتين وظهر معايا هنا برضك مرتين، مع ان هو نفس العميل، ممكن ندمج الاثنين على بعض، لكن لا هو عمل اوردرين يبقى يظهر معايا مرتين.
طبعا ده على طلب العميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تستغربوش من أي برنامج يجيلكم. صباح الخير.